عشر حقائق مذهلة عن جماعة الأنونيموس الأكبر للقرصنة في العالم بأسره. كيف تشكل ما يدعى أنونيموس؟ تم إنشاء موقع باللغة الإنجليزية في عام 2003 بعنوان 4chan.org، وبدأ المستخدمون في الدردشة حول مواضيع مختلفة في هذا المنتدى القائم على الصور. قام المستخدمون بالتسجيل من خلال وضع معلوماتهم الشخصية، وشكلوا من خلال الدردشة أسفل الصور التي شاركوها أساس ثقافة الإنترنت وروح الدعابة المعروفة اليوم. تم تعيين المستخدمين الذين تجاذبوا أطراف الحديث دون تسجيل لقب أنونيموس، وهو ما يعني مجهول. كان لكل هؤلاء المستخدمين الذين لديهم الاسم المستعار أنونيموس ميزة مشتركة، ألا وهي عدم كشفهم عن هوياتهم. أدت هذه الميزة المشتركة في جعلهم يشعرون بالتقارب فيما بينهم ليتحدوا أسفل مشاركات المستخدمين الآخرين الذين انضموا عن طريق إدخال معلوماتهم الشخصية، وانتظموا ضد هؤلاء الأعضاء الآخرين وقدموا نكات قياسية على الإنترنت، وهكذا تشكل ما يعرف بالأنونيموس. أول حملة قرصنة ملحوظة للجماعة. كانت الأهداف الأولى التي حددها هؤلاء المستخدمون الذين لم يكشف عن أسمائهم والذين لم يلتقوا ببعضهم البعض وجها لوجه هي المذيع الإذاعي هال تيرنر في ذلك الوقت. أدلى هال بتصريحات عنصرية على البث الإذاعي، وقال إن السود لا ينبغي أن يتمتعوا بما هم أصحابه من حقوق. باختصار، كان نازيا جديدا يرى أصحاب البشرة البيضاء كعرق رئيسي. ببساطة، قام القراصنة بطلب بعض المنتجات باسم هال لمنزله الشخصي. في البداية أرسلوا أشياء بسيطة مثل البيتزا، لكن بعد ذلك بدأوا بإرسال مواد يصعب دفعها مثل الإمدادات الصناعية عالية التكلفة. ولم يكتفوا بذلك، فقد أرسلوا أيضا مرافقين من الذكور والإناث إلى منزله. هال الذي رفض شراء معظمها سئم من هذه الهجمات بعد أن اضطر في النهاية إلى دفع بعض هذه الطلبات التي لا نهاية لها، وألغى البرنامج الإذاعي الخاص به لأنه لم يعد قادرا على دفع الطلبات. فيما بعد أخذ الأنونيموس ينخرط في أعمال القرصنة أكثر، وهكذا بدأت منظمتهم تكبر فتكبر شيئا فشيئا. أول معركة كبيرة للمجموعة. أخذت المجموعة تعرف على المستوى الوطني عندما اتخذت السينتولوجيا التي أنشأها المؤلف الأمريكي رون هوبرت في عام 1952، والتي تدعو إلى أن جسم الإنسان عبارة عن زنزانة من صنع الفضائيين، والتي يزعم أنها ديانة جديدة ولديها كنائس في أجزاء مختلفة من العالم. الاعتقاد بأن طائفة السينتولوجيا التي تضم اليوم أعضاء رفيعي المستوى مثل توم كروز، جون ترافولتا، ولديها كنائس حتى في المدن الأمريكية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 70,000 نسمة، تسيء إلى الأبرياء، جعل الأنونيموس يتحرك ليقوم بحملة يقول لهم فيها باختصار كفى. بدأ كل شيء في عام 2008 عندما تم تحميل مقابلة توم كروز حول الأساطير بمونتاج مضحك على الإنترنت. كانت مشاعر توم كروز في مدح السينتولوجيا وحريته الدينية التي يصعب فهمها موضوع السخرية على مواقع لا تعد ولا تحصى. أطلقت السينتولوجيا صاحبة النفوذ الواسع عملية موسعة لحذف مقاطع الفيديو الساخرة من الإنترنت، ووضع عراقيل وصعوبات للأشخاص الذين يقومون بتحميلها مرة أخرى. بعد ذلك هاجم أنونيموس جميع مواقع الويب التابعة للطائفة بحجة أنها تقيد حرية الإنترنت، وقاموا بتحطيم مواقعها ليتركوها خارج الخدمة. لم يكتفوا بهذا، فقد قاموا بإبقاء جميع خطوط الهاتف مشغولة لأيام، ومنعوا المؤسسة من تلقي المكالمات. وعندما سمح لهم مرة أخرى بتلقي المكالمات، كانت تظهر لهم تهديدات مخيفة في كل مرة يفتح فيها الهاتف. تفاقمت الحادثة أكثر مع إعلان فيديو مصور صدر عن أنونيموس. كان الفيديو يخبر الناس بالخروج إلى الشوارع والذهاب إلى كنائس هذه الطائفة في مدنهم والاحتجاج.
وكانت هذه أول دعوة احتجاج عالمية يتم إجراؤها على الإنترنت في تاريخ العالم. كما ذكر في الفيديو أنه على الناس تغطية وجوههم أثناء الاحتجاج حتى لا يواجهوا مشاكل لاحقا في حياتهم المدنية. في هذه الحادثة تم اتخاذ قناع جاي فوكس المعروف من قبل الجميع ليصبح رمزا للأنونيموس. في 10 فبراير عام 2008 بدأ آلاف الأشخاص في المدن الكبرى مثل نيويورك وسيدني ولندن في النزول إلى الشوارع في 93 مدينة بشكل دوري من بداية عام 2008 وحتى نهاية عام 2009 بغرض الاحتجاج، حتى أنه تم تنظيم احتجاجات مختلفة في بلدان تحتوي على كنائس السينتولوجيا ككندا وإيرلندا وفلسطين المحتلة. سمح هذا الحدث بالكشف عن الوجه الداخلي لكنيسة السينتولوجيا للجمهور. معنى القناع: في الحقيقة ينتمي القناع إلى شخص حقيقي يدعى جاي فوكس. كان جاي فوكس رجلا إنجليزيا أراد قتل الملك جيمس الأول في بريطانيا العظمى في 5 نوفمبر عام 1605 وإعادة الحكم البريطاني إلى الملكية الكاثوليكية مرة أخرى. كان يخطط إلى إشعال بارود في قبو مبنى البرلمان البريطاني. حاول إشعال البارود فور أن رأى الجنود لكنه فشل، حيث أن الجنود تغلبوا عليه وقاموا بتقييده جيدا ومن ثم اقتياده إلى برج لندن. وهناك تعرض للتعذيب واعترف على أسماء شركائه تحت وطأة التعذيب. تم تنفيذ حكم الإعدام في 31 يناير عام 1606 خارج البرلمان. حروب الأنونيموس مع الشركات: كان أحد مواقع ويكيليكس السويدية يقوم بنشر أسرار الدولة الأمريكية، فقامت الدولة الأمريكية بطلب إيقاف تدفق الأموال من شركات بايبال وفيزا وماستر كارد التي كانت تقدم الدعم للموقع ليتدخل فيما بعد الأنونيموس. في غضون يوم واحد عاقبوا كل من بايبال وفيزا وماستر كارد عن طريق قرصنة مواقعهم على الويب. بدأ أمناء الصناديق في إخبار العملاء بوجود مشكلة في أنظمة بطاقات الائتمان الخاصة بنا عندما ينتهون من التسوق في مراكز التسوق ويأتون إلى الصندوق للدفع، على الرغم من أن فيزا وماستر كارد لم يكشفوا عن الأضرار التي تلقوها، إلا أن بايبال أعلنت عن ضرر بلغ قدره 5.5 مليون دولار. حروب الأنونيموس مع الدول: تشمل الدول التي أعلنوا الحرب عليها تركيا وتونس وسنغافورة، الصين وإيران والولايات المتحدة وفلسطين المحتلة وسوريا وروسيا واليابان والهند ونيجيريا وأوغندا وكوريا الشمالية وغيرها الكثير. في 7 نيسان/أبريل عام 2013 هاجموا مواقع الصحة والخدمات الاجتماعية والأمن الإسرائيلية ومواقع مماثلة لمحاولتهم قطع الإنترنت في البلاد كنوع من الاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني، مما تسبب في أضرار لإسرائيل بقيمة 3 مليارات دولار. في عام 2012 رأى الأنونيموس أن الشعب التونسي يراقب من قبل حكومته على الإنترنت وأن الحكومة قامت بحظر جزء كبير من الإنترنت، فقاموا بسرقة بعض الخوادم من لندن وأنشأوا شبكة إنترنت نظيفة وغير قابلة للتعقب وقدموها للشعب التونسي. كما أنهم لم يهملوا تعطيل مواقع الحكومة التونسية وإخراجها من الخدمة لعدة أيام، قاموا بتدمير العديد من المواقع الرسمية لجميع هذه البلدان وسرقوا حسابات البريد الإلكتروني لساستهم وصادروا المراسلات الحكومية الرسمية والأسرار الحكومية والملفات الخاصة وسربوها إلى الإنترنت. كما قادوا ثورات الربيع العربي الشعبية في مصر وتونس من خلال تنظيم أشخاص من نفس الرأي والتأثير على الشؤون الداخلية لهذه الدول. الأنونيموس المدعومة من قبل العالم بأسره: في عام 2011 هاجموا أكثر من 40 موقعاً أنتجوا وشاركوا مواد إباحية للأطفال وخاصة المدينة المسمى لوليتا سيتي، ودمروا المواقع بالكامل وكشفوا عن الأسماء الحقيقية لأكثر من 1500 من منتجي ومشاهدي المواد الإباحية للأطفال في المجمل، وافتضحوا أمرهم بإرسال معلوماتهم إلى الشرطة.
قاموا جميعا بنشر رسالة مشتركة في عام 2017 بعد قرصنة وإغلاق الخادم الذي يستضيف 10613 موقعا ويبث إساءة معاملة الأطفال والمواد الإباحية للأطفال في قسم مخفي من الموقع المعروف باسم الدارك ويب. نشعر بخيبة أمل حقا، نحن لا نتسامح مع استغلال الأطفال في المواد الإباحية. عثرنا على 50% من محتوى إباحي للأطفال أثناء بحثنا في الخوادم الخاصة بكم. قمنا بنسخ جميع ملفاتكم واستحوذنا على قاعدة البيانات خاصتكم بأكملها. نبيع جميع بياناتكم على مواقع الويب الخاصة بكم مقابل 0.1 بيتكوين على الديب ويب، باستثناء المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. نحن الأنونيموس، لا نسامح، لا ننسى. كيفية الانضمام للأنونيموس؟ So you want to join Anonymous? You cannot join Anonymous. Nobody can join Anonymous. Anonymous is not an organization. It is not a club, a party, or even a movement. There is no charter, no manifest, no membership fees. All we are is people who travel a short distance together, much like commuters who meet in a bus or tram. For a brief period of time we have the same route. يستحيل معرفة عدد الأشخاص على وجه اليقين، لأنه لا يوجد مركز أو مدير أو هيكل هرمي هنا. صرح بعض أعضاء الفريق الذين تمت مقابلتهم أن هذه ليست حتى مجموعة، لا وبل أنهم مجرد أشخاص عشوائيين على الإنترنت، لذلك لا يمكن لأي شخص الانضمام. We are students, workers, clerks, unemployed. We are young or old. We wear smart clothes or rugs. We are hedonists, ascetics, your co-workers, your hairdressers, your bus drivers and your network administrators. We are the guy on the street with the suitcase and the girl in the bar you are trying to chat up. We are anonymous. إذا كنت تريد أن تصبح أنون، أي عضوا مجهولا، فلا يتعين عليك أن تملأ استمارة أو نموذجا أو أن تدخل مواقع مظلمة أو العثور على أشخاص معينين. المعايير المطلوبة هي فقط الدفاع عن الحرية والانتقاد دون حدود وبحرية تامة، وإعلان الولاء للجيش الإلكتروني، وأن تصبح غير مرئي عبر الإنترنت وتشارك في محادثات IRC للأنونيموس. حرب الأنونيموس ضد تركيا. أعلنت منظمة الأنونيموس الحرب على تركيا بعد اتهامها بدعم التنظيم الإرهابي داعش، وتخطط المنظمة الناشئة لسلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة الكمبيوتر والبنوك والمطارات والمنشآت العسكرية في البلاد. كما سمعنا جميعا، فإن تركيا تقوم بشراء النفط من الإرهابيين وتؤمن الخدمات الصحية لهم. ستتوقف تركيا عن مساعدة الإرهابيين، وإلا سنقوم بسلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة الكمبيوتر والبنوك والمطارات والمنشآت العسكرية في البلاد. ادعت مجموعة القراصنة التركية أيلدز تيم اختراقها الموقع الرسمي للأنونيموس ردا على هذه التهديدات. عندما دخلت إلى الموقع الذي قيل أنه تم اختراقه، ظهر لي النص التالي: لقد تم اختراقك من قبل جيش أيلدز تيم. أيلدز هي القوة الوحيدة التي تدير القرصنة والإنترنت في هذا العالم. عندما قلبنا موقع الويب الخاص بكم رأسا على عقب في عام 2010، كتبتم إلينا اعتذارا وتوسلتم إلينا لنوقف الهجوم. مع ذلك ظهرت بعض الأقوال التي كان مفادها أن الموقع الذي يقال إنه تم اختراقه هو موقع مزيف أنشأه أيلدز بهدف الدعاية. في عام 2015 نظم الأنونيموس هجوما على شبكات البنوك المصرفية، تسبب في انهيار الموقع الإلكتروني لمصرفي أك بانك وإش بانك لفترة من الوقت. لم تدم آثار الهجوم لفترة طويلة. بشكل عام فشلت الهجمات التي شنتها الأنونيموس ضد تركيا، حتى أنه تم إلقاء القبض على 32 عضوا منهم. الرأي الشخصي للمنظمة. في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، اتهم الأنونيموس بالانحياز إلى جانب معين في القضايا السياسية المثيرة للجدل من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوجيه التهديدات. على الرغم من نشاط المجموعة من الناحية الفنية حتى اليوم،
إلا أنها لم تقم باختراق يذكر منذ عام 2013. يرجع البعض سبب هذا الأمر إلى اعتقال الدماغ والمحرك الرئيسي لهم وسجنه في عام 2013. ربما لا ينبغي أن نبالغ بشأنهم بعد الآن. نرى أنهم يطلبون 2000 لايك بعد نشرهم لكل مقطع فيديو من تهديداتهم على قناتهم الرسمية في اليوتيوب. لم يكن لديهم موقع ويب في الماضي، لكنهم أنشأوا مؤخرا موقعا على شبكة الإنترنت لكسب المال، anonymousofficial.com. عندما زرت موقعهم الرسمي بالضغط على الرابط الذي وضعوه على قناتهم في اليوتيوب، رأيت أنهم يحاولون جني الأموال من خلال بيع القمصان أو الأقنعة لمؤيديهم، ومرة أخرى تسقط كل ألغازهم وقواهم من عيني. يجب أن لا يكون الأنونيموس بحاجة لكسب المال عن طريق بيع القمصان،